السلام عليكم الجوار. المهم الخوش هذا الفيديو مهم دابا بصح بحال شان مالك موقع انفيل سنترال عطى نصيحه للمدرب كلوب المدرب ديال ليفربول قال بلي غادي ندم الا ما طلبش التعاقد مع حكيم زياش. المهم الخوش سمعوا المقال من الاول حتى الاخر حيت مهم دابا بصح. بحسب ما ورد من الصحف العالمي فان حكيم زياش طلب وسيطا موثوقا به لمساعدته على العثور على نادي جديد هذا الصيف حيث ان فرصته في تشيلسي محدوده كما عارفين تحت المدرب توخيل. بحيث قال هذا المالك ديال الموقع يجب ان يكون ليفربول في حاله تاهب قصوى لموقف زير في ستانفورد بريدج لانهم بحاجه الى تغطيه لمحمد صلاح قبل موسم 2021-2022. يعني كما عارفين صلاح تا هو قدر يغادر ليفربول وبالتالي قال بلي خاص كلوب يتعاقد مع زياش حيث انا عنده مشاكل كبيره مع المدرب توخيل واستغلوا القيمه الماليه ديالو اللي هي 35 مليار بحيث انه لاعب عبقري وغادي ينفعهم ضرب الصح. بحيث كتب مؤخرا ان كلوب سوف يندم على عدم تجديد تحدي في التوقيع مع المغربي حكيم زياش ولكن الان مع اقتراب وقته من الانتهاء في لندن يجب على ليفربول ان ينقض على لاعب يمكنه حل بعض المشكلات الرئيسيه في انفيلد يعني الملعب ديال ليفربول. بحيث قال بلي العديد من الانديه تيا مهتم بالتعاقد مع حكيم زياش لاتلتيكو مدريد ميلان ونابولي لكن ليفربول حاليا بقى ما دايرت حتى خطوه وما باغاش تعاقد مع حكيم زياش. لكن هذه فقط نصيحه من الملك الموقع باش ما تبتوش غالطين لكن ممكن في ايام جايه نوادي كثيره تطلب التعاقد مع حكيم زياش لانه لاعب مهم وعارف القيمه ديالو خصوصا المدربين اللي عندهم تكتيك هجومي ومدربين كيلعبوا على التمريرات الحاسمه اللي عند حكيم زياش. هذا ما كان اخوت بغيت نقول لكم هذا الخبر السريع بحيث انه هذا الملك ديال الموقع باغي زياش يجي ليفربول بحيث انه من اشد المعجبين باللاعب المغربي وعارف القيمه ديالو. هذا ما كان اخوت كان معكم الاخضر كمروان ان شاء الله وليه فراسكم.